مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير المعكرونة بالخضار. وجبة كتير سهلة وسريعة. عنا اول شي صحن معكرونة. المعكرونة سلقتا عشان اختصركم الفيديو، اكيد كلنا بنعرف نسلق المعكرونة. نص كوب مي، لحمة مفرومة، بصلة مقطعة بهيدا الشكل، فطر، فلايفلة، ملعتين طعام زيت نباتي، ملعقة صغيرة شراب دبس البندورة، نص ملعقة صغيرة حبق. هيدا الحبق بشتري مرتبان من السوبر ماركت، وإذا منا فينا نحط حبق فريش. نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وكمان ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط الزيت النباتي، كمان بحط البصل، رح حط نص ملعقة صغيرة ملح مع البصلة، بحركهم مع بعض على الغاز. بس قلت البصلة، هلا بحط اللحمة فوقها، كمان بقلي اللحمة. بعد ما قليت اللحمة كمان هلا بحط الفلايفلة والفطر، وكمان عندي هون حار يلي بحب اختيار الحار، اذا حبيتوه بتحطوا الحار. بقليهم شوي مع بعض، حط البهار والملح، كمان الحبق، الشراب، المي، بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض. بس غلى الخليط حوالي 5 دقايق. هلا بحط فوقهم المعكروني، بسم الله، بحركهم تحريك خفيف. هلا صاروا جاهزين للتقديم، بطفي الغاز. هلا بحطهم بالصحن، وعندي كمان جبنة تشادر بحط على الوجه، واذا حبينا يلي ما بده تشادر بحط جبنة موزاريلا حسب المتوفر عندكم. انا متوفر عندي هيدي الجبنة. هيدي المعكرونة اللي عملتها أنا وياكم، هيدا الشكل النهائي، تتحضر بوقت كتير صغير. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.